أمسيات رمضانية في ليالي خمس من الشهر الفضيل لهذا العام، وعلى أروقتي وحدائقي وقاعاتي الجامعة، والباب مفتوح للطلبة ولعوائلهم. نستقبل الطلبة وعوائل الطلبة، مرحب بهم أيضا، وهذه فرصة طيبة حقيقة. في هذه الأمسيات برامج خفيفة حقيقة وضعت للترفيه للطلبة، وفي الوقت نفسه أيضا فيها أمور معرفية وثقافية رائعة جدا يعني. وأيضا الأمسيات تتضمن محاضرة دينية ثقافية يلقيها أحد أصحاب الفضيلة، تكون تلك الأمسية حقيقة تثقيفية دينية بما يهم الشباب والتحديات المعاصرة للشباب، وكذلك تتضمن محاضرة تنموية يلقيها السيد عميد كلية الهندسة التقنية في جامعة الكفيل لطلبته. أيضا تكون هذه المحاضرة وفعاليات أخرى، منها أيضا إقامة معرض للنتاجات الفنية والأعمال اليدوية للطلبة، مساهمات للطلبة في الشعر وإلقاء القصائد الشعرية من نظمهم. أيضا فسح المجال للطلبة بالتعبير عن قابلياتهم ومواهبهم في الشعر والفني والأدب. وكذلك أيضا تتضمن الأمسيات مفاجآت من جوائز للطلبة الحضور، مفاجآت حقيقة ومفاجآت أخرى أيضا في الأمسيات. وكلنا يعني أمل أن تستمتع العوائل مع أبنائهم وأبنائنا الطلبة في أجواء رائعة في جامعة الكفيل وحدائق جامعة الكفيل بهذه الأمسيات، مغتنمين هذه الفرصة. مركز ريادة شارك بهاي الأمسيات الرمضانية اللي أقامتها جامعة الكفيل اللي هي خمس ليالي رمضانية. مركز ريادة شارك من هاي الخمس ليالي بثلاث ليالي. هاي الثلاث ليالي شارك مركز ريادة بثلاث فقرات. كل فقرة الأولى كانت المنصة، هي منصة حدث تفاعلي درامي يحاكي المشاكل المجتمعية والمشاكل الجامعية خاصة بأسلوب فني كوميدي، قدمناها بالليلة الأولى. بالليلة الثانية أقمنا فعالية المناظرة. هاي المناظرة أيضا فعالية تثقيفية تمكن الشباب الجامعي من المحاورة والنقاش بأسلوب رفيع وخلق رفيع أيضا، وهدفها هي إثبات صحة الفكرة وليس إثبات الذات. الفقرة الثالثة وشاركنا بفقرة المسابقة، وهاي الفقرة هي عبارة عن مسابقة ترفيهية تثقيفية تهدف إلى إيصال أكبر قدر ممكن المعلومات العامة والمعلومات اللي تخص الوطن والجامعة والبيئة الجامعية خاصة إلى الشباب الجامعي المشترك والجمهور الحاضر. طبعا جامعة كفيل مشكورة سباقة دائما لمثل هكذا مبادرات، ندعو لهم بالتوفيق، وإن شاء الله هذا الصرح العلمي بعد يوم يكبر بإذنه تعالى. شكرا جزيلا لكم. نحن كطلبة ومنسقين استفدنا الكثير من هذه الأمسيات، ونأمل من الجامعة المزيد في الاهتمام بهكذا نشاطات. تطبيق المجيب يمتاز بأنه تفاعلي بين السائل والمجيب، انبثق من رحم الحوزة العلمية في النجف الأشرف، يتيح للسائل إرسال أسئلته الفقهية عن طريق تطبيق المجيب واستلام السؤال أيضا عن طريق التطبيق. شاركنا في الأمسية الرمضانية اللي دعتنا بها جامعة الكفيل حتى نثقف لتطبيق المجيب ويصير تفاعل بين الشاب المؤمن والحوزة العلمية من خلال هذه الفعاليات الرمضانية. جامعة الكفيل إبداع وتميز ورصانة.